كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه، ما لبستهاش طرحه ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس، إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسي؟